شباب نبدا. معلش اتاخرت شويه بس هو كده كده نيازي كان بيقول لي ان الدكتور ما دخلش في اتنيويشن فالسكشن ده يبقى يعني هناخد رسمه اصعب شويه من الرسمه بتاع السكشن اللي فات وممكن خلاص بدري يعني ان شاء الله. انت كله سامعيني ولا محتاج المايك؟ طيب هو مشكله الصوت بيقل مع الوقت فان شاء الله هحاول ان انا احافظ على كونستنت يعني. طيب اتفضل. ايه نرسم معاك كارت؟ سلام مش مشكله ماشي نرسم معاك كارت. طيب هو انتوا دكتور رسم معاكم ايه؟ طيب تمام. طيب تحبوا ناخد حاجه اصعب ولا حاجه في نفس الليفل؟ هي نعيدها تاني حاجه كده وحاجه كده. طيب هو انا يعني انا شايف ان انتوا لو فهمتوا تي اي و 2 2s هتبقى زي تي اي 1 1 يعني شايف ان هي ات سام بوينت كله بيبقى زي بعض. ف نبدا بالاصعب ولا بالاسهل؟ خلينا نبدا بالاصعب. طيب كم واحد شايف الاصعب؟ طيب كم واحد شايف الاسهل؟ ايه ده الموضوع صعب. لا نعد. طب بصوا خلينا نبدا بالصعب. لو لقيت الدنيا معصلجه هنوقف ونروح السهل تاني. خلاص اوكي ماشي. انا بس اصلي مش عايز يعني مش حابب الصراحه ان السكشن يقول نفسه بالظبط الكلام اللي اتقال في المحاضره يعني. فخلينا نجيبها صعبه وهي مش هتفرق كتير. ايه ما انا عارف بس انا مش حابب كده. طيب بصوا مبدئيا انتوا هيبقى معاكم فورمولا شيت في الامتحان هيبقى فيها المعادلات بالشكل ده. انا عارف ان القلم مش باين شويه بس يعني كده كده احنا هنكتبها تاني يعني. اوكي طبعا انتوا دلوقتي بدات تستوعبوا اللي كنت بقوله لكم ان ده السؤال اللي دكتور نصري بيحبه ان هو اصعب جزء في ريكتانجلر والكلام ده كله يعني. فطيب هو مبدئيا بيديك رصه الايكويشنز دي بالنسبه للتي ام ورصه ثانيه شبهها بالنسبه للتي اي. فخلينا ايه نحل مثلا تي ام 2 1 ايه رايكم ولا 2 2؟ خليها 2 1 كده عشان نشوف لما يختلفين اللي بيحصل يعني. ماشي مثلا تي ام 2 2 2 1. طبعا ايه زي ما قلنا هو اللي في الامتحان هيدي لك الاكسيز وهيدي لك الانترسكشنز والكلام ده كله. فهو بيزيكلي هيدي لك ايه حاجه عامله كده يقول لك ده الاكس وده الواي وده الاي وده البي وهيروح قايل لك ان ده ات زد ايكوال نيجاتيف لامدا جايد اوفر 4 ويروح جايها تحتها كده يروح عامل لك الشكل ده. ده زد ده برضو ايه هيقول لك ان ده نيجاتيف لامدا جايد اوفر 4. ايوه مع زي المحاضره ما ده زي المحاضره ترتيب المحاضره طب كانت مرصوصه ازاي؟ طب قول لي هات يا عم الحاجه ولا تزعل نفسك. حاسس ان انتوا عايزين ايه اللي هو الصوره تترجم بيها الصوره انت شايفها من ساعتين مثلا. طب ماشي هو كان مرتبها لكم ازاي؟ ده كان تحت؟ ماشي لهوي كان دكتور ايهاب كان يقول لك زمان لقطه ما علينا. ده الاكس وده الواي ده الاي ده البي وبعدين نمشي كده صح؟ ده ايه؟ ده زد؟ ايه؟ دي نيجاتيف زد اوكي. لا ليكوا حق اتلخبطت الصراحه. كانت من فوق بقى صح؟ ايوه هي زي اللي احنا عملناها هي بس معكوسه. ماشي نيجاتيف يا سيدي اهو ادي نيجاتيف زد ادي دي كده زد اكس دي كده ايه دي نيجاتيف لامدا جايد اوفر 4 0 لامدا جايد اوفر 2 من بوزيتيف. لا هي ما كانتش كده اكيد اكيد ما كانتش كده. كانت بادئه من لامدا جايد اوفر 4. وريني تاني. كده الزد ماشي هو بادئ من نيجاتيف 3 لامدا جايد اوفر 4 ماشي واللي تحت عند لامدا جايد اوفر 4 اوكي. هو باشمهندس هو انا اللي بس اللي كنت عايز اقوله ده بيديها لك. بص انا هعملها زيها
Desniki. À toi et Colby. دي كانت بي ولا بي ار 2؟ جرب كده وجرب كده يعني؟ خلاص نبدا بي ار 2 احسن. اهو هي هنا تبقى انسب بي ار 2 يعني. حلو كده؟ متفقين كده خلاص؟ بداية كويسة؟ ماشي. يا رب نكمل بقى بنفس ال طيب. احنا قلنا أول حاجة خالص بنعملها بتبقى إيه؟ بنطلع الـ expressions صح؟ expressions دي في الفيزر دومين عايزين نحولها للتايم دومين يعني هناخد الريال بارت بتاع الكلام ده كله. وقلنا إن أنت في التايم دومين تعوض بتي ايكوال 0 فأنت هتاخد الريال بارت وخلاص. فخلينا نرص الـ equations بتاعتنا من الأول كده. وطبعا هنعوض بقى هدي كده اي زد هيساوي ايه؟ ادي ايه؟ هو طبعا هيدي لك بالشكل ده بالظبط، فانت الحاجه الوحيده اللي انت تبقى مش عارفها هي كي اكس وكي واي دول عباره عن ايه؟ وهو حاطط لك تحت ان الكي سي سكويرد بتساوي ايه؟ روت ام باي على اي سكويرد وان باي على بي سكويرد. فهو مش قايل لك بس ان دي كي اكس ودي كي واي يعني. فالمفروض ان هي واضحه يعني. فانت كده ايه؟ هتقول مثلا 2 يبقى الام ب 2 ان هو بيقول لك هو ده الام ان يبقى هتعوض هنا ب 2 و واحد يبقى لان بواحد يبقى نقول له ايه ده كده ساين 2 باي اوفر اي اكس ساين باي اوفر بي واي كوساين طبعا ايه بيتا زد. بعد كده ناخد دي مثلا اي اكس هنا عندك نيجاتيف جي ودي فيها نيجاتيف جي برضو فدي تبقى نيجاتيف جي ساين نيجاتيف هتطير النيجاتيف فهيطلع لنا نيجاتيف تاني يبقى هيطلع لنا ايه نيجاتيف شويه حاجات في حط بقى كوساين نعرف طبعا انتوا عايزين ايه اللي هو يعني احنا عارفين دي خش في اللي بعدها مش عارفين دي برضو ماشي واي على بي واي ساين بيتا زد ده بيساوي سم كونستانت في اتش واي يعني ده نفس اكسبريشن اتش واي بالظبط نفس الكلام على يو واي بادئ بنيجاتيف جي تبقى زيها بالظبط نيجاتيف دي تبقى ساين 2 باي اوفر اي اكس كوساين باي اوفر بي واي ساين بيتا زد ده بيساوي نيجاتيف حاجه في اتش اكس انا عايز اراجع بس عشان الغلطه في الحاجات دي بتسوحكم بعد كده بقى نقعد نقول كان في اشاره غلط تلاقي الناس كلها تاهت اشاره ايه الغلط فين مش فاهم حاجه ماشي كلها نيجاتيفز زي ما قلنا كوساين ساين والثانيه ساين كوساين ماشي الدنيا تمام ودي احنا قلنا نيجاتيف جي مع نيجاتيف جي فطلعت لنا النيجاتيف ده ماشي وي ار اوف تو جو طيب خلاص جبنا الاكسبريشنز في مشكله مفيش مشكله صح طيب تعالوا بقى احنا عايزين نحط خطوات في اي حته نجيبها فين خطوات المفروض تبقى هناك بس يعني تبقى هنا طيب نبدا الاول بالراجل ده بالنسبه للحاجات اللي ما بيبقاش فيها زيرو يعني حاجه زي ده كده 2 1 مفيش زيرو بينهم يعني بالمنطق واضح ان في هنا 2 ديمشنال فاريشن يعني انا بتغير مع الاكس او بتحرك مع الاكس هلاقي فيه رسمه واتحرك مع الواي برضه هلاقي فيه حاجه مختلفه فبالتالي لما اجي ابص على الرسمه مع الاكس واي بلين هتبقى عامله ازاي لازم ابص على
كذا اكسس يعني بص اثبت مثلا الواي مره واثبت الاكس مره. طيب احنا اول حاجه هنعملها ايه؟ هنتكلم مثلا ان انا بالنسبه للاكس واي بلين هو بيقول لي ات هو اللي هيقول لك المفروض زد بيتساوي لامدا جايد اوفر 4 خلاص هروح انا معوض بزد لامدا بيتساوي لامدا جايد اوفر 4 في التلات ايكويشنز دول. لامدا جايد اوفر 4 على طول معناها ان البيتا زد دي هتطلع باي اوفر 2 ربع البيريود على طول. طيب كوساين مع باي اوفر 2 هتطلع ايه؟ 0. يبقى اي زد بتساوي 0 والاي اكس تعال نفصصها كده الساين هتطلع 1 مش كده؟ ده 1 وده 1 يبقى يطلع لي نيجاتيف شويه حاجات في كوساين 2 باي اوفر اي اكس في ساين باي اوفر بي واي والاي واي نيجاتيف بس هنعكس ساين 2 باي اوفر اي اكس كوساين باي اوفر بي واي. احنا عارفين طبعا ايه ان اي اكس هي هي اتش واي وان دي هي نيجاتيف اتش اكس. طيب هنعمل ايه؟ هنبدا نثبت كام حاجه ونشوف اللي بيحصل. انا دلوقتي عندي ايكويشن بتغير مع الاكس والواي وعايز ارسمها مع الاكس والواي فالموضوع بقى ملخبط شويه. طيب انا دلوقتي لو قلت لك ات اكس ايكوال 0 كان عند النقطه دي مثلا سوري واي ايكوال 0 الخط اللي تحت خالص ده تعال نبص اللي بيحصل بلاقي ان الراجل ده هيبقى ساين 0 فهيتصفر فما فيهاش عندي اي اكس لكن الراجل ده بقى موجود بقى عندي اي واي صح؟ اي واي هيبقى بكام؟ تعال اعوض كده اي واي تساوي اهو نيجاتيف ساين 2 باي اوفر اي اكس نيجاتيف ساين 2 باي اوفر اي اكس. طيب كده انا يعني اول تبسيط عملته ان انا عوضت خلاص بقيت عارف عوضت ايه بالزد. تاني تبسيط عملته رحت قايل طب انا هختار نقطه واحده على الواي يبقى انا المفروض الرسمه اللي هرسمها هتبقى بس عند الخط ده ما اقدرش ارسمها في البلين كله صح؟ طيب دلوقتي المعادله خلاص بقت كلها في اكس بس فخلاص المفروض ان انا اقدر ارسمها. ارسمها ازاي؟ انا عارف ان هنا اخري ايه مش كده؟ طيب ساين 2 باي اوفر ايه دي البيريود بتاعتها ايه؟ ممكن على طول تقول دي ساين كده بتتكرر كل ما اللي جواها هيبقى بيساوي 2 باي يعني عند ايه؟ عند ايه مش كده؟ طيب يبقى ده معناها ان انا بتغير مع الاكس بالشكل ده اللي هو لو تفتكروا ضعف الفاريشن في الكيس بتاعت الاول اللي هي تي 1 0 يعني هنا عندي في 2 بيكس تمام؟ عايز ارسم المنظر ده على الاكس اكسس ات واي ايكوال 0 هل اعرف اعملها؟ هقسم صح؟ ايوه هروح اقسم عند ايه على 2 واروح قايل بقى الماكسيمم هنا وزيرو ومينيمم او ماكسيمم في الاتجاه الثاني يعني تمام؟ طيب ودي اي واي ودي نيجاتيف يبقى لما اجي هنا اقول له ان هي ماكسيمم هنا يبقى ده بقى في اتجاه النيجاتيف واي يعني نازل لتحت كده تمام؟ والناحيه الثانيه هتبقى العكس طالع لفوق. في مشكله حد هنا؟ طيب احنا كده ايه هي قصه الرسمه دي كلها ممكن تتخيلوها انا عارف اغلبكم بيحبوا البروجرامنج وهيكملوا في الاخر سوفت وير اصلا ممكن تتخيلها ايه نستد لوبس يعني ان انت ايه بتعملت دي كومبوز لغايه ما توصل للمعادله دي بعد كده عملت تكرر بقى نفس الكلام بس عملت تغير الفاريبل اللي انت بتعمل عليه بتشتغل عليه. واكشلي انت لو عملت بروجرام يبلوت هتلاقي نفسك عملت كده اصلا يعني. فانت دلوقتي خلاص انت رسمت ايه النقطه دي انت طبعا بعد احنا ممكن كمان نفصل اكتر اللي هو بقى لو انت بتتكلم كمبيوتر فلازم تفصل كل حاجه ان انت بعد ما خلاص فصلت وعوضت عند سيرتن واي انت كمان عوضت بالساين جبت الماكسيموم والمينيموم والزيرو بتاعها فبقى عندك نقط بتريبريزنت الماكسيموم والمينيموم والزيرو هي دي النقطه اللي بترسمها في الاخر. خلصت الكلام ده ارجع بقى ايه لف تاني على الحاجات اللي انت ثبتها انت ثبتت الواي مش كده؟ تعال نجرب نغير الواي هنغيرها على اي اساس؟ تعال بص على الفاريشن بتاع الواي عامل ازاي هو كوساين باي اوفر اي واي باي اوفر بي واي صح يا الفاريشن بتاع الواي يعني تعال نبص مثلا ات اكس ايكوال 0 ونعيد نفس الكلام اللي احنا عملناه تعال نجرب نثبت الاكس المره دي هتلاقي ان الاي واي عند اكس بتساوي 0 هتبقى ب 0 والاي اكس هو اللي هيبقى موجود فالاي اكس هيساوي ايه تعال نجرب كده الاكس بتساوي 0 يبقى نيجاتيف ساين
نيجاتيف. اقول لك حاجه، اقول لكم حاجه، بلاش ايه نبص لكذا فيكتور، خلينا نتكلم على اي واي بس دلوقتي. مش التاني صفر معانا؟ خلينا نبص اي واي بس دلوقتي. الاي واي نفسه مع الـ مع الاكس ايكوال 0 طبعا هيساوي 0، لكن تعالى مثلا نختار اكس ثانيه تخلي الاي واي ما يبقاش 0 عشان نعرف الباترن اللي احنا رسمناه ده اللي اتجاهه كله واي ده بيتغير ازاي واحنا طالعين. فانت لو بصيت للاي واي هتلاقي ان هي نيجاتيف ساين كوساين. خلاص يبقى انا ممكن اقول مثلا عند الماكسيمم ده اللي هو بقى عند اكس بتساوي اي اوفر 4 مثلا، الاي اكس او الاي واي هتساوي كام؟ يبقى نيجاتيف كوساين باي اوفر بي واي. نيجاتيف كوساين باي اوفر بي واي. طيب كوساين دي بتتغير ازاي مع الواي؟ هتروح قايل برضو ان هي عامله كده صح؟ وانت اخرك بي، بي دي اللي هي عندها هتبقى كوساين باي، يبقى انت لحد هنا. يبقى انت ماكسيمم زيرو مينيمم، ده زيرو ده بي على اتنين ده بي. يبقى انا كده عرفت الكومبوننت اللي رسمتها دي بتتغير ازاي مع الواي صح؟ يبقى ممكن اروح مثلا طالع هنا برضو واروح قايل ان ده كله هيتعكس فوق، ده كمان هيتعكس كده. تمام؟ طيب كده انا اتكلمت على الاي واي، عرفت هي بتتغير ازاي مع الاكس ومع الواي. في مشكله؟ ايوه دي نيجاتيف كوساين. اه ايه؟ طيب اوكي بص، ما دخلت في اشارات اتلخبط، فانت عشان تريح نفسك ايه؟ انت كنت بادئ بزيرو اوريدي راسمها، فانت اللي عند بي الدنيا اتعكست فعكستها بس. طيب تعال نبص نعمل نفس الكلام ده على الاي اكس. حلو؟ طيب تعال نبص على الاي اكس هنلاقي ايه؟ مثلا ات واي ايكوال 0، بس انا هلاقي ان اوريدي ما بقاش فيه اي اكس عند واي ايكوال 0 مش كده؟ هتبقى ساين 0. يبقى نعمل ايه؟ نروح باصين برضو الفاريشن بتاعها عامل ازاي؟ يعني هي دلوقتي لما تتغير مع الواي عامله ازاي؟ لان انا بدات ب 0 ما لقيتش حاجه، فاختار نقطه ثانيه. فهي مع الواي ساين باي اوفر بي، يعني هي مع الواي عامله كده برضه نفس الكلام، دي ساين باي اوفر بي واي. يبقى عندي 0 وعندي بي وفي النص الماكسيمم. يبقى انا عرفت دلوقتي ان الاي اكس اللي كانت متصفره دي بتفضل صفر عند الواي كلها ب 0 وتبقى ماكسيمم هنا. تمام؟ خلاص يبقى انا هروح رايح للراجل ده عند بي اوفر 2 واروح معوض. هات مثلا واي ايكوال بي اوفر 2. ايه اللي بيحصل؟ انا لقيت كمان الراجل الثاني صفر. او خلينا نمشيها واحده واحده يعني. عند واي بتساوي بي على 2 هتلاقوا الساين دي هي اللي بقت ليها فاليو والكوساين دي بقت 0. يبقى انا بقى عندي اي اكس بس. مش كده؟ ناس لخبطت صح؟ وش يعني؟ مشكلة في الخط، يا ريت مشكلة في الخط. طيب بصوا احنا بنحاول ان احنا ايه نطلع انفورميشن واحدة واحدة. خلاص؟ فاحنا عملنا ايه؟ احنا بدأنا الأول، أول حاجة خالص بعد ما رسمنا الأكسيز قلنا ده زد بتساوي لامدا جاد اوفر 4، خلاص أنا خلصت من الزد. حلو؟ حلو؟ حلو ولا مش حلو؟ حلو. طيب بعدين بعد ما خلصت من الزد ولقيت ان دي خلصت منها، لقيت في عندي اثنين كومبوننتس. مشيت واحده واحده، مسكت اول كومبوننت ورحت مثبت الواي ورسمت دول من اول كومبوننت. خلاص اول كومبوننت دي مشيت بيها لقيتها بتتغير بالشكل ده مع الواي. بعد كده رحت رايح لتاني كومبوننت. خلاص طيب ايه اللي حصل عن تاني كومبوننت؟ تاني كومبوننت دي اصلا اللي هي الاي واي، هي لو انا مشيت مع الواي هلاقي ان هي اصلا زيرو من الاول خالص. يبقى هعمل ايه؟ خلاص بدل ما هقول له، هقول لك حاجه تعالى، اصل انا يعني انت عارف ان انتوا عايزين طريقه سيستماتيك، فانا ايه بديفايس الطريقه سيستماتيك وانا واقف معاكم. فاحنا مثلا ات واي ايكوال زيرو لقينا ان الاي اكس بتساوي زيرو صح؟ خلاص يبقى انا هنا مفيش اي اكس. طب ات اكس ايكوال زيرو
ات اكس ايكوال 0 اصلا كان اي واي ب 0، عشان كده احنا عوضنا هنا باكس بتساوي اي على 2 صح. لكن ات اكس ايكوال 0 انت هتلاقي في اي اكس معاك، فهتلاقي الاي واي بقت ساين 0 لكن اي اكس هتبقى كوساين 0 اللي هي 1. يبقى الاي اكس هنا هتساوي كام؟ هتساوي حاجه، مش هتساوي 0 يعني، فده هيبقى 1، يبقى نيجاتيف ساين باي اوفر بي واي، نيجاتيف ساين باي اوفر بي واي. حلو. طيب احنا هنا عملنا ايه؟ احنا بدانا الاول ات واي ايكوال 0 ومسكنا كومبوننت ورسمناها، بعد كده قعدنا نشوف هي بتتغير ازاي. جينا هنا عملنا العكس، لما جينا عند واي ايكوال 0 لقيناها ب 0، فروحنا قلنا احسن طب ات اكس ايكوال 0 واشوف بتتغير ازاي مع الواي. طيب فخلاص هي طلعت نيجاتيف ساين، يعني هي المفروض عامله كده، من ده 0 وده بي، يبقى هي 0 و 0 ماكسيمم في النص. يبقى اروح رايح عند النقطه دي وخليها ماكسيمم ات اكس ايكوال 0، نفس اللي عملناه بالظبط بس المره دي نورمال، ات اكس ايكوال 0 وعند الواي في النص نيجاتيف، يبقى الناحيه دي وهي هنا 0 وهنا 0 صح. طيب بعدين انا هنا بدات واي ايكوال 0 وبعد كده رايح للنص. رحت رايح للنص ليه؟ لان انا لقيت ان الفاريشن مع الاكس لما جيت عوضت هنا عن الاي واي لقيت ان انا لازم اثبت الاكس فاليو معينه عشان اشوف بقيه الحاجات. فانا هنا خلاص انا عرفت الواي وعرفت الماكسيمم هنا، فاروح رايح عند النقطه دي واشوف انا لما احرك الاكس ايه اللي هيحصل. تمام؟ متوقعين ايه اللي يحصل؟ لسه الاقلام خليها للاتش دي. اوكي. طيب عايزين لون تاني يعني من دلوقتي؟ ماشي لما تيجي الاتش. بصوا احنا نفس اللي عملناه بالظبط في اول خطوه بنعمله في تاني خطوه، بس بنقلب الاكسيس بتاعتنا. في الاول هنا مسكنا كومبوننت اي واي، عوضنا بواي ايكوال 0، لقينا الكومبوننت الثانيه صفرت، مسكت الكومبوننت دي لوحدها رسمتها عند واي ايكوال 0، وبعد كده رحت قايل له طب عند بقيه الوايات، لو انا عايز اشوف عند بقيه الوايات هعمل ايه؟ هثبت اكس واعوض. لازم اثبت اكس تخلي الاكسبريشن موجود، ما اختارش اكس تخلي الدنيا 0. فلما ثبتت الاكس عند الرقم اللي يخليها ماكسيمم مثلا لقيت المنظر ده. بعد كده عدت نفس الكلام هنا، لما عوضت بواي ايكوال 0 الدنيا مش موجوده، فخلاص هعوض باكس ايكوال 0 فلقيته موجود، فرسمته مع الايه؟ مع الواي. عايز اشوف المره دي بيتغير ازاي مع الاكس، فاروح مثبت الواي صح؟ اروح قايل له ات واي ايكوال بي اوفر 2 وتعالى عوض عن الاي اكس. اي اكس هتلاقيها ايه؟ نيجاتيف كوساين، مش كده؟ نيجاتيف كوساين 2 باي اوفر بي واي. ده بيتغير ازاي مع الواي؟ بيتغير كده مش كده؟ ثواني بس نعوضنا. اوكي ماشي، اعترفناش يعني. طيب عند اكس ايكوال ايه هتبقى كوساين ب 2 باي، يعني هنا كده مش كده؟ يبقى ماكسيمم ده ايه اللي هيحصل له؟ يبقى انا هقسمها بقى خمس ريجنز يعتبر، او مش خمسه قوي يعني، اربعه ريجنز عادي، اللي هم اكشولي دول بس، واقول له ان انت في الاول كنت ماكسيمم، بعد كده ماكسيمم في عكس الاتجاه، بعد كده ماكسيمم تاني. في مشكله؟ انت في الاخر بتبص على ماكسيمم بوزيتيف ماكسيمم نيجاتيف 0، فانت هنا كنت ماكسيمم في الاتجاه معين، بعد كده عكس الاتجاه لان كان ماكسيمم نيجاتيف، بعد كده ماكسيمم في نفس الاتجاه تاني. يبقى احنا كده ايه الخطوات اللي عملناها؟ الاول ثبتنا زد، اتبقى لي اكس وواي واي اكس واي واي، مسكت كومبوننت منهم اي اكس مثلا وجيت اعوض، في تعويضه منهم صفرت الدنيا، في تعويضه ما صفرتهاش. خلاص؟ اي تعويضه اللي صفرت الدنيا؟ اي تعويضه اللي صفر دي؟ الواي. يبقى انا ما اقدرش اثبت الواي، لكن اقدر اثبت الاكس بالنسبه للاي اكس. احنا بدانا من الراجل ده، فعوضنا في الاول واي ايكوال 0 لقينا الدنيا موجوده، رحت رسمت عند الواي ايكوال 0 ومسكت الكومبوننت دي اللي ما اتصفرتش دي، رحت شفت بتتغير ازاي مع الاكسس الثاني.
بعد كده عملت نفس الكلام بالنسبه للكومبوننت الثانيه، بس الكومبوننت الثانيه بما انها في الاول صفرت فما اقدرش ان انا اعوض برده عند الواي اكسس، لكن هعوض بقى ايه، او يعني ما اعوضش تعويضه تثبت الواي اكسس، هعوض تعويضه تثبت الاكس اكسس اللي هي اكس ايكوال 0. بعد كده رحت ايه شايف بتغير ازاي. التغير بالنسبه لي عباره عن ايه، كله ساين وكوساين، فانا بشوف بس ماكسيمم، ماكسيمم في عكس الاتجاه 0. حلو تمام لحد دلوقتي؟ كم واحد مش فاهم الاسهم دي اترسمت على اي اساس؟ كم واحد فاهم؟ والله طب كويس. انت مش فاهم؟ طب ايه اللي مش فاهم؟ مش فاهم اترسموا ازاي؟ ما انت بتسال مش فاهم اترسموا ازاي، فانا مش فاهم اترسموا ازاي. طب ماشي، كم واحد تاني مش فاهم اترسموا ازاي؟ طيب وللاسف لو اقليه، ف يعني واحنا ماشيين لو ما فهمتش برضو، لو يعني في الخطوه اللي بعدها، لان احنا بنعيد، فلو الخطوه بعدها ما فهمتهاش هعيدها لك تاني. ايوه اهو كده يعني قصدك؟ ماشي ما احنا عاملين كده. ما هو ماشي، بس يعني احنا بنستنتجها هي هي. ماشي ممكن نبدا بيها، بس يعني انا بحب اكتر اللي هو انا ماشي اشوف انا احتاجها ولا لا يعني. بس نمسحها بقى عشان هتلخبط الناس. طيب في الاخر الكلام ده كله هي يعني هل كده رسمه كفايه ولا محتاجين نعمل حاجه؟ لا بالنسبه للاي في حاجه ناقصين نعملها ولا خلاص كده؟ طيب نبص الاسهم دي اتجاهاتها مع بعضها عامله ازاي، هل هي بتعمل دوائر ولا ما بتعملش؟ احنا نلاحظ مثلا ايه، ان هنا طالع لفوق، هنا يمين، هنا نازل لتحت، فراح انهم مش بيعملوا دوائر، فيبقى هم هيطلعوا مثلا ايه حاجه عامله كده. بس هي في حاجه غلط، استنى، ده كان نيجاتيف ولا نيجاتيف اكس؟ نيجاتيف اكس. الرسمه كده مظبوطه، بس هي مظبوطه. خلاص احنا لو جينا كملناها هنلاقي الدنيا عامله ازاي. لو انت عايز تكمل لازم بس تتاكد ان الاسهم اللي انت بتوصلها على بعض في نفس الاتجاه، ولازم تتاكد من حاجه تانية، ان لازم الاي تانجنشال او تانجنشال عند الباوندريز تساوي زيرو، والاتش نورمال تساوي زيرو. بمعنى انت لو خدت بالك هنا كل الباوندريز الالكتريك فيلد نورمال عليها، صح؟ يعني ما رسمناش رسمه عامله كده مثلا، ده مش ممكن يحصل. لو حصل يبقى انت في حاجه غلطه عندك. فانت لما تيجي توصل الخطوط ببعضها تميك شور ان ده ما بيحصلش. توصلهم ازاي؟ مثلا هو طالع هنا يمين فوق شمال تحت، يبقى واضح ان هو هيكمل نفس الطريق، بس تكمله ازاي نورمال، يعني واحده اتنين لو دوائر تحديدا لازم. يعني هنا مثلا كله داخل، هو شبه الكرنت يعني. خلاص طيب تمام لحد دلوقتي؟ حد عنده مشكله في الالكتريك فيلد رسم ازاي؟ كم واحد عنده مشكله؟ طيب احنا في الماجنتيك فيلد هنعمل نفس الكلام بالظبط، ف اللي عنده مشكله ساعتها هيبان.
خلاص هعيدها تاني بسرعة ويعني ايه اللي هيتوه مني يوقفني يعني. في واحد تاه خالص هو تقريبا. ماشي. ال HY يساوي ال EX وال HX يساوي نيجاتيف EY. فبالتالي ممكن نرسمها على جنب كده نقول ان ال HY تعالى نحطهم هنا احسن. يعني ده ال HY وده كده ال HX بس من غير النيجاتيف ده. هنبص الازرق احسن. تمام. طيب احنا بيزيكلي نفس المعادلات فالمفروض ان احنا نمشي نفس الخطوات بالظبط بس الفرق في الاتجاهات اللي احنا بنعملها. وعشان كده انت اصلا يعني من التشيكس يعني اللي بتتعمل ان انت دايما بتلاقي الاي اكس والاتش واي او الالكتريك فيلد والماجنت فيلد ان جنرال نورمال على بعض في الفيو ده. بس يعني ما بحبش ان انا اخش على طول كده وارسمها نورمال عليها يعني. خلينا الاول نتاكد يعني واحده واحده. فهعمل نفس الكلام هقول لك ات واي ايكوال 0 ايه اللي هيحصل؟ هلاقي طبعا احنا بنعوض الاول بلامدا جايد اوفر 4 في الزد فبالتالي الراجل ده هيطلع واحد ده هيطلع واحد. طيب ال y equal 0 هتلاقي الكوساين ده بقى بواحد والكوساين ده بقى بزيرو فبالتالي زي ما ال EY هو اللي كان ليه فاليو هتلاقي هنا ال HX هو اللي بقى فيه فاليو. HX يساوي ساين 2 باي اوفر AX والكوساين بقتش موجودة اللي هي نفس المعادلة صح؟ بس بقت بالبوزيتيف بدل النيجاتيف مش كده؟ يبقى أنا هعمل نفس الفاريشن اللي عندي اللي بدأت بيه هنا بس في اتجاه ال HX اللي هو في الاول كان ماكسيمم بعد كده زيرو بعد كده مينيمم. تمام. طيب بعد كده هروح برضو مثبت at x equal ولاقي ان برضو ال x equal زيرو مش هتثبت حاجة هتصفر لي الدنيا فخل x equal a over 2 هلاقي ان ال HX بقى بتساوي ايه كوساين باي اوفر بي واي. كوساين يبقى انا بتغير ازاي زي ما قلنا ماكسيمم وزيرو ومينيمم يبقى ده هيبقى زيرو هنا ويرجع هنا يتعكس بالشكل ده. تمام. ايه ماشي. بعد كده اروح قال له تعالى بص على الاتش واي ات اكس ايكوال زيرو الاتش واي هتبقى عامله ازاي هلاقي ان هي بتساوي نيجاتيف وكوساين 0 1 ساين باي اوفر بي واي. طيب فاروح رايح هنا عند اكس ايكوال 0 الناحيه دي الاتش واي هو لنيجاتيف ساين يبقى هو الساين دي زي ما قلنا هي عامله كده بس انت من 0 لبي يعني انت النص الاولانيه بس من الساين يبقى 0 ماكسيمم 0 يبقى اجي في النص هبقى ماكسيمم في اتجاه النيجاتيف واي. تمام. بعد كده ارجع اثبت الواي لو خلينا الواي بزيرو بالنسبه للاتش واي هنلاقي ساين زيرو فتلاقي برضو ات واي ايكوال بي اوفر 2 الاتش واي هتساوي ايه نيجاتيف كوساين 2 باي اوفر اي اكس يبقى اروح رايح عند الراجل ده واتحرك كوساين وزي ما قلنا هنا كوساين بيريود كامله فبالتالي هتحرك كده بعد كده زيرو بعد كده اعكس بعد كده زيرو بعد كده اعكس تاني. الاسهم دي بتعمل ايه مع بعضها؟ دوائر. وعاده يعني شكل الدايفرجنت ده لما تلاقي كل حاجه خارجه وكل حاجه الناحيه الثانيه داخله ده دايما بيبقى النورمال عليه دايره زي الكرنت لو تفتكروا لما رسمناه كان ان كروس الاتش وكانت ساعتها الاتش دوائر فكان الكرنت خارج وداخل كده فهتروح مكملها كده للاسف اضطرت تكملها بتعمل دايره كده جوه كمان ودي تروح مكملها الناحيه دي. تمام. طيب عايزين نقول ايه في الحته دي لو انا مش تي ام 2 1 لو انا تي ام 5 4 ايه اللي هيحصل؟
هتتكرر في الاكس وتتكرر في الواي. هلاقي بس ان الكوساين ده بدل ما بقت بيريود كامله هتبقى يعني ايه عدد ال ان فاريشن بقى او الام فاريشن على 2. يعني انت ممكن تقول ان الاثنين دي هتعمل لك يعني 2 بيريوديسيتي. ليه علاقه بايه؟ تي ام قصدك الاثنين مع بعض يعني؟ نسبة اتش اكس مش هيطلع زيرو صح؟ انت قصدك ال اتش اكس هي ايه اوفر 4 هيمشي ايه اوفر 2 اللي هي دي اصلا. دول مالهم ده عند واي بي بي لا احنا الاول عوضنا بواي بي زيرو احنا عكسناها لان احنا مشينا هنا وحركنا الواي. لا دي اتش اكس دي اتش واي سوري كان دي اتش اكس في اتجاه الاكس. طيب فواضح كده ان الرقم الاولاني بيكورسبوند لان انا في عندي كام بريوديسيتي في الاكس والرقم الثاني كام بريوديسيتي في الواي. فعشان كده انا بقول لكم لو بدأناها 2-1 وانتوا بعد كده عايزين تعملوا 1-1 اللي كانت في المحاضره هتلاقوها شبهها بالظبط. يعني تي ام 1-1 هي النص ده من غير ما احلها. تي ام 3-3 هتروح مكبر كل حاجه بقى هتزود واحده يمين وتزود 2 فوق. هتلاقي بس الرسمه كبرت منك فبقتش عارف ترسم. ودي برده حاجه ان غالبا الامتحان مش هيزيد عن 2. يعني انا مش متخيل ان هو ممكن يجي لكم 2-3 مثلا. 2-3 هتبقى صعبه قوي. ليه؟ انت تقدر ترسمها عادي بس الرسمه هتبقى فيها تفاصيل كتير فمش هتبقى ريدبل اصلا. وانتوا ممكن اكسرسايز كده مع نفسكم بعد ما تذاكروا الجزء ده لما تفهموه يعني وانتوا بتذاكروه وتحل كده اللي احنا حليناه ده وتعرف توصل لنفس اللي انا وصلت له. تجرب بقى مثلا 4-5 حاجه كده ايه خزعبليه هتقعد فيها نص ساعه ترسمها بس لو طلعت معاك صح يبقى كده خلاص. في حد كان بيسال حاجه؟ ايه في حاجات بتتقال بس انا مش عارف هي ايه فانا هسيوم ان هي ايه بينكم وبين نفسكم يعني. طيب كده احنا رسمنا الاي والاتش في الاكس واي بلين. في مشكله في الخطوه دي؟ طيب الباقي كله شبهها زي ما تفتكروا يعني. هنجيب الاسود. تحبوا نبدا بده ولا ده اللي فوق عشان ده في محاضره صح؟ طيب نقول اول حاجه بنعملها ايه؟ بناخد اللي هنا ده نسقطه على اللي فوق. فعشان نعمل كده بنشوف الاكسيس بتاعتنا فين. تمام؟ هنا ده الاكس والواي يبقى اللي خارج بره هو الزد عشان اكس كروس واي يديني زد. هنا كان ده اكس وده زد. اكس كروس واي يديني زد يبقى الواي هي اللي فوق. رايت هاند رول. طيب ده عند زد ايكوال لامدا جايد اوفر 4 اروح رايح عند لامدا جايد اوفر 4 وده عند واي ايكوال بي اوفر 2 يبقى انا هاخد النقطه دي كده اللي عند بي اوفر 2 واروح اشوف الاي والاتش اتجاهاتهم عامله ازاي وانا اوريدي عند لامدا جايد اوفر 4. فانا كده ثبت دايمنشن بان انا اخترت ده ثبت دايمنشن تاني من هنا بان انا اخترت ده خلاص بقى عندي ديستريبيوشن لينير. اخد ديستريبيوشن ده انقله فوق فاروح برضو واخد نقطه كده من القطه ده عند اي اوفر 2 مثلا. وبالنسبه للالكتريك فيلد انا في الاول الناحيه دي بعد كده الناحيه دي بعد كده الناحيه دي. تمام؟ في مشكله في اللي عملناه ده؟ ده شبه بالظبط اللي عملناه المره اللي فاتت. طيب تعالى بص بقى على اللي انت بترسمه ده لما يتغير مع الزد ازاي هيتغير ازاي؟ انت دلوقتي بتتكلم على الالكتريك فيلد هو ده اي اكس بس هو الكتريك فيلد. لما تيجي تبص على الالكتريك فيلد ان جنرال هتلاقي وده ده في اي مود بقى وفي اي فيلد حتى مش الكتريك فيلد الفاريشن دايما مع الزد بيبقى ايه؟ ساينسويدال على طول. ساينسويد او كل حاجه ساينسويدال بس يعني الزد على طول بتبقى متقسمه الاربع اماكن دول ريجنز دول. ودايما بنقول ان ما دام انا جبت دي يبقى قبلها بلامدا جايد اوفر 2 ايه اللي هيحصل؟ هنعكس. وقبلها كمان بلامدا جايد اوفر 2
هناك استاد. خلاص؟ طيب يتبقى لي النقطتين دول زيرو ونيجاتيف لامدا رايت اوفر 2. هضطر للاسف ان انا اعوض. ارجع بقى للمعادلات بتاعتي. نقول له هنا بقى ايه ات اكس زد بلين مثلا واي ايكوال بي اوفر 2. تعال نشوف بقى. انت عايز تعوض بزد ايكوال زيرو، اسهل حاجه. هتلاقي الراجل ده بزيرو والراجل ده بزيرو، الحمد لله. اتبقى لي مين؟ اي زد كوساين زيرو واحد، يبقى هيطلع لك ساين 2 باي اوفر اي اكس في ساين، دي هتطلع لك ايه؟ باي اوفر 2 اللي هي 1. يبقى كده ساين 2 باي اوفر اي اكس. طيب الراجل ده بيتغير ازاي مع الاكس؟ كده. والاكس من 0 لاي وهنا الاي، يبقى بيتغير بالشكل ده. يبقى هعمل ايه؟ هقسم برضو كذا حته، واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي. واحنا عند زيرو، عند زيرو وعند a اوفر 4 هبقى ايه؟ هبقى ماكسيمم. ماكسيمم في اتجاه مين؟ زد. يبقى اروح نازل هنا لتحت، بعد كده برجع زيرو، بعد كده بطلع لفوق تاني. قبلها بلامدا جاد اوفر 4 بلامدا جاد اوفر 2 بعكس، حاسس انها اسهل من الثانيه كمان. طيب الرسومات اللي طلعت لي ولا الاسهم اللي طلعت لي عامله ازاي؟ في نفس الاتجاهات ولا عكس الاتجاهات؟ بتعمل كلوك وايز الناحيه دي صح؟ يبقى الاقي نفسي ايه؟ لازم اوصلهم كده. ودي حاجه هنلاحظها، ان في التي ام والتي اي دايما، يعني في التي اي كان بيبقى عندي اتش بيلف، وفي التي ام يبقى عندي اي بيلف. بس اهم حاجه ايه؟ لما اجي الف في الالكتريك فيلد انزل نورمال، دي اهم حاجه. لكن في الاتش ببقى تنجنشال عادي زي ما انتم شايفين كده، وفي لفه في النص. زي ما قلنا بقى احنا مش بنستنتج اللف الا من اتجاهات الاسهم. فانا اوريدي شايف سهم فوق، سهم تحت، سهم يمين، سهم شمال، فعارف ده هيعمله دايره. طيب لو انا برضو تي ام 5 3، الخمسه دي هتكورسبوند لايه؟ بروديستي في الاكس. يبقى هلاقي الدوائر دي بدل ما هي دايره ونصين تبقى اربع دوائر ونصين. صح؟ نفس طريقه التفكير بالظبط. طب بالنسبه للواي، لو هي دي 3 هتاثر في الرسمه دي اصلا؟ مش هتاثر، لان انا هي مثبت الواي اصلا، لكن هي ممكن تاثر هنا، عشان كده هنرسم 3 اكشوالي يعني. طيب في مشكله في رسمه الاي؟ اسهل من دي مشكله. هو الرسم زي ما انتم شايفين بيبقى مبني على بعضه، في دي ميزه وعيب. يعني ميزه ان انت بتنجز، عيب ان انت بتلبس. ركزوا وانتوا ترسموا يعني. ايه الفكره؟ هو ده اللي بيحصل يعني. ايه سؤال؟ مش فاهم السؤال معلش. ليه بنرسمه يعني مقفول؟ لان انت مش هتقدر ان انت في الاخر تعوض عند كل نقطه، بس انت من الاسهم دي واضح ان هو الباترن ماشي كده. ايه؟ امتى الاي يقفل على نفسه؟ لما تلاقي ماشي. بص هو قصدك مثلا ليه هنا ما قفلش على نفسه وهنا قفل على نفسه صح؟ انت هنا كان الاسهم عامله كده 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 ماشي. عارف لو ده كان كده كان يقفل كده، لكن انت لقيته عامل داخل الناحيه دي فمش هينفع يقفل. لا بص، هو ايه معنى انه يقفل؟ ان الكيرل بتاعه مش بيساوي زيرو صح؟ طيب لو انت بتتكلم في ستاتكس سنه ثانيه كنا بنقول دايما ان كيرل الاتش كان بيساوي حاجه، بينما كيرل الاي كان بيساوي زيرو. فكنا بنقول دايما الالكتريك فيلد دايفرجنت خارج والماجنتيك فيلد بيلف. ده اللي كنا بنقوله السنه اللي فاتت. السنه دي انت بتتكلم في داينامكس، بتتكلم في ويفز، ويف مش ستاتيك. ففي الويف دايما كيرل الاي هيبقى بروبورشنال للاتش، والكيرل الاتش هيبقى بروبورشنال للاي. لو انت رجعت بقى للماكسويل نفسه انت هتلاقي ان كيرل الاي ده في اكشولي في جي صح؟ لا في اللي هي نيجاتيف ميو بارشال اتش بارشال تي، او اللي هي جي اوميجا تي يعني. وكيرل الاتش كان بيساوي جي بلس ابسلون بارشال اي بارشال تي صح؟
فده في فيريشن مع التايم. فالالكتريك فيلد طبيعي ان هو يخلي الكيرل هنا مش بزيرو, والماجنتيك فيلد طبيعي ان يخلي الاي هنا مش بزيرو. فلما اخلي الكيرل مش بزيرو معناه ان اخلي الروتيشن. ليه بقى الكيرل معناه روتيشن؟ دي ماثيماتيكلي بروفن, ودكتور تامر كان شرحها, مش عارف اشرحها لكم ولا لا, بس كان بيشرحها يعني. بس هي يعني ممكن توصلها ان هي بتكورسبوند ان الانتجريشن على الكونتور. الكلام ده يا جماعه ليه هو بس انتجريشن على الكونتور مش هيساوي زيرو. فانتجريشن على الكونتور مش بيساوي زيرو, معناها انت عمال تلف على الكونتور بتادب, مش بيتكنسل بعض بس. فانت عارف من الاول ان مفيش مانع ان هو يطلع ان هو يطلع بيلف على حوالين نفسه. وانت في الاخر عوضت كذا نقطه, لقيت الاسهم بتؤدي لكده. فكانك في الاخر رسمت ساين, عوضت هنا وهنا وهنا وهنا, لقيت طلع لك حاجه كده. مين قال بقى ده يطلع كده مش كده؟ مين قال؟ انت لو حطيتها على الكمبيوتر طلعت لك كده الاخر يعني. بس جاوبت على سؤالك. ايه اتفضل. هو كان ماشي. ما ينفعش مين اللي يقفل على نفسه؟ الاكس واي بلين يقفل على نفسه. كان طالع كده بريزورس من حته ويخش في حته ثانيه. انت قصدك كان عامل شبه ده يعني؟ ماشي. هو ده شبه اللي حصل في الالكتريك فيلد هنا الحقيقه. ايوه شبه الالكتريك فيلد هنا. الالكتريك فيلد ما ينفعش يقفل على نفسه في الاكس واي, لان انا عندي الالكتريك فيلد في اتجاه الزد. ماشي. اه هو زي ما تقول ان هو طيب انا هقول لك يعني اللي انا فاهمه. ممكن يكون هو يقصد حاجه تانية, بس هو في الاخر لازم يقفل على نفسه لان الكيرل مش بيزيد. ايوه لازم يقفل على نفسه. صح. مش بيزيد لازم يلاقي حاجه في الاكس واي يقفل عليها. يعني بص, هو لازم ان جنرال الفيكتور يقفل على نفسه ما دام هو اي او اتش. فلو هو في الاكس واي بلين بس يبقى هيقفل على نفسه في الاكس واي بلين, اللي هو معناه ان هو ما فيش اتش زد مثلا. لكن لو في اوريدي كومبوننت منه في زد, يبقى انت يعني يبقى هو بيقفل على نفسه سواء انت عارف تشوف ده او ما تشوفوش يعني. فاللي بيحصل الاخر انه بيقفل على نفسه من فوق, بس هو لازم يقفل على نفسه لان الكيرل مش بيزيد. بس اه ايه ايه ليه ليه نص الدايره اللي في النص؟ يا ايوه مالها بقى. انت فاهم الاسهم اترسمت ازاي؟ يعني انت فاهم احنا قبل الدايره دي كان ايه اللي حصل؟ كان في سهم يمين, سهم شمال, سهم فوق, تحت, تحت. السهم ده جه منين؟ جبنا من هنا لما قلنا ان السهم ده هو هو ده. لما قلنا ان احنا مثبتين الواي, مثبتين الزد, وهنا مثبتين الزد ومثبتين الواي, فخدنا نفس السطر ده هنا حطيناه هنا. بس طيب خلاص خلاص خلصنا الاسئله الجانبيه. يلا نكمل. يلا نكمل. عايز نرسم الاتش هنا. حد يعرف يرسم الاتش هنا؟ ايوه. صح, بس انت هنا كان عندك اي زد, ما عندكش اتش زد. حلو. يبقى انت في بعض الحاجات هتبقى هي هي وبعض الحاجات الثانيه لا, مش كده؟ طيب ايه ما هو ده اللي هيحصل فعلا. ماشي. طيب هو يعني كله معايا؟ طيب هو ده اللي هقوله كده كده يعني. فانا في الاخر هعمل نفس الكلام بالظبط بالنسبه للاتش. خلينا نعملها تاني عشان حتى لو حد سقط منه خطوه معينه يعني. ان انا برضو هبدا عند النقطه دي, ده اللي كنت بقوله لك, عند النقطه دي, وبرضو اروح ناقلها الناحيه دي, بس هنقل الاتش. اتش كان نازل طالع نازل نازل, دي يعني اتجاه مين؟ نيجاتيف واي. نيجاتيف واي هنا فين؟ هو اللي داخل الصفحه. يبقى هنا داخل, هنا خارج, هنا داخل. طيب بعدها لامدا اوفر 2 بنعكس, بعدها نعكس. طيب لو جينا عند زيرو نرجع نعوض, لو عوضنا عند زيرو ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي اتش بزيرو, يبقى مفيش فاريشن مع الزد. يبقى خلاص انا ممكن اقول ان ده نازل ساينسويد طالع ساينسويد برضو وماشي كده على طول. مش هو كان بيرسم معاكم الحاجات دي ولا مش؟ ماشي عشان بس نبقى متخيلين يعني. تمام كده خلصنا الاكس زد بلين. نخش في الاخراني الواي زد. طيب اول حاجه هنعملها في الواي زد ايه بقى؟ ايه
نشوف البلين اللي هو عند زد ده بيكورسبوند هنا فين؟ اللي هو هنا صح؟ عند لندا اوفر 4. طيب وهو ده عند اكس ايكوال كام؟ هو احنا ما قلناش بس خلينا نقول يعني ايه على 2 صح؟ هو بيقول كده كده، خلينا نقول ايه على 2 دلوقتي. ايه على فوق؟ ايه على 4 برضو هتنفع يعني. طيب ايه على 2؟ يبقى اروح رايح للحته دي عند زد ايكوال لندا اوفر 4، يبقى اروح رايح هنا عايز ابص على الالكتريك فيلد، لقيت الالكتريك فيلد في النص في اتجاه الاكس اكسس يعني خارج لبره. انا افضل ان هي تبقى اوفر 4 على فكره، هو غالبا ده اللي بيحصل يعني. ف انا احلها على اوفر 4 احسن، ما بحبش موضوع الحاجات اللي خارجه من الصفحه ده. طيب اوفر 4 يبقى احنا هنتكلم على خط الراجل ده مش كده؟ طيب هننقل ده هناك ازاي؟ ننقله هناك ازاي؟ اللي فوق ده هيبقى فوق هنا، واللي تحت هيبقى تحت هنا، ونفس خط المنقط ده هيبقى الناحية دي مش كده؟ طيب لما نمشي بلاندا جايد اوفر 2 ايه اللي هيحصل؟ كل حاجة تتعكس. طيب تعالى عند زيرو، لو جيت عوضت عند زيرو و A اوفر 4 هتروح معوض برضو هنا، هتلاقي زيرو صفرت الاثنين دول، هتلاقي بقى لك الراجل ده، فهتلاقي الاي زد بقت بكام؟ انت عوضت المره دي باكس بقى مش بواي، فساين 2 باي اوفر اي في اي اوفر 4 يبقى الساين كمان هتطير والكوساين هتطير، يتبقى اي ساين الثانيه؟ ساين، عرفتوا بقى ليه غيرت الاي؟ باي اوفر بي واي، يبقى ده هيتحرك ساين سويدلي مع الواي، يعني من 0 ل بي النص الاولاني من الساين صح؟ يبقى هيبيك. يبقى تقدر تقول ان انا عند الزيرو هبقى ماكسيمم في النص، وهنا زيرو وهنا زيرو. اتجاه مين بقى؟ زد. زد اللي هو مين؟ اللي هو الشمال. يعني هنا شمال وهنا يمين. خلصت الرسمه؟ خلصتها، لان انا هروح ايه؟ اوصلهم ببعض كده. برضو لو نيجي نفكر، لو انا تي ام 5 3 هل الخمسه دي هتفرق معايا؟ مش هتفرق، لان ده بيريودستي في الاكس، وانا هنا برسم واي زد مثبت الاكس. لكن 3 دي هتظهر ازاي؟ هيبقى عندي بقى دايرتين في النص، ونص دايره فوق ونص دايره شمال تحت زي ده كده. طيب تعال نرسم الاتش، هلاقي ان انا برضو بدات بنفس النقطه اللي هي النقطه دي، فلاقي ان انا برضو هنا كنت في اتجاه الاكس، الاكس هنا فين؟ اكس كروس واي يديني زد، يبقى الاكس خارجه لبره. طيب اكس خارجه لبره وانا هنا في اتجاه اكس وهنا عكس اتجاه اكس، يبقى لو هاجي هودي دي الناحيه دي هبقى هنا خارج وهبقى هنا داخل، وارجع اعكس هنا وارجع هنا اعكس، وفي النص ايه؟ هنا برضو بصفار عشان مفيش اتش، وهنا برضو بصفار كده. احنا خلصنا. كم واحد بقى يعني حس الدنيا بقت واضحه شويه؟ طب الحمد لله، ما تكسفوش يا جدعان، لو واحد شايف الدنيا مش واضحه يقول يعني. طيب تحبوا ان ناخد واحده ثانيه؟ الكرنت ما رسمناش الكرنت. طيب نرسم الكرنت ونقفل على كده عشان الساعه داخله على 2 الا ربع. نرسم الكرنت، الكرنت هيبقى عنيفة. طيب مبدئيا احنا عشان نرسم الكرنت هنحتاج ايه؟ هنحتاج الاتش عند الاربع سيرفيسز، وهنا واضح ان هو مش هيبقى از ستريت فورورد از في المره اللي فاتت. هناك ما كانش في فاريشن مع الواي اصلا، كانت الدنيا جميله يعني. فاحنا ممكن نعملها كده على جنب. تعالوا بقى نمسح ال نمسح الكلام ده. هكذا ده قلنا ايه؟ لامدا جايد اوفر 4
لا غبي قوي. طيب وده مثلا at y equal 0. خلينا مثلا ناخد بعض في النهايه الثانيه. طيب عشان نرسم الكرنت زي ما كنا بنقول السكشن اللي فات ان الكرنت بيمشي على اني سيرفيس الانر ولا الاوتر؟ الانر. يبقى انا محتاج ارسم الاتش عند الاربع سيرفيسز، يعني مره عند الاكس زد بلين لما واي ايكوال 0، مره عند واي ايكوال بي اوفر بي بقى مش بي اوفر 2، وبرده ايه دول اللي هو الواي زد، مره عند اكس ايكوال 0 ومره عند اكس ايكوال ايه. اروح جايب الاتش رسمه الاتش نفسها واروح ايه قايل ان كروس الاتش اللي انا رسمتها دي. طيب الاتش مثلا اللي انا رسمها هنا دي عند y equal b over 2، لو انا رسمتها عند y equal 0 او عند y equal b هتبقى هي هي ولا تختلف؟ اعرف ازاي؟ لا اسهل من كده، من هنا صح؟ هو هنا جايب لي الفاريشن كله انا رسمه اوريدي، فواضح ان عند b over 2 دي مختلفه عن 0 وb، بس واضح برضو ان 0 وb عكس بعض على طول. فانا لو جبت الاولانيه اكشلي انا ممكن من هنا على طول بما ان الزيرو بيعكس بعض يبقى اقول ايه؟ ان الكرنت تحت والكرنت فوق هيبقوا زي بعض. فاكرين ليه؟ ان الاتش اتعكست والان كمان اتعكست. هي زي ما كده بالظبط. يشاور كده ده يبقى هو فين. طيب فاحنا بس هنرسم الاتش عند اكس ايكوال 0، عند واي ايكوال 0 قصدي. هنروح برده بادئين نفس البدايه بتاعتنا، روح رايح عند لامدا جيت اوفر 4 واخد نفس الرسمه اللي هنا دي. فاروح رايح هنا كده واروح برده مقسم دي كده. واجي ابص هنا هلاقي ان هي 0 اكس 0 نيجاتيف اكس 0، يبقى ايه 0 هنا في اتجاه اكس هنا في اتجاه نيجاتيف اكس، ده الاتش خد بالك. وبعدين برضو بطلع بعكس، بطلع تاني بعكس تاني. طيب بعد كده عند 0 وعند لامدا جايد اوفر 2 ما عنديش فاريشن مع الزد لان انا اصلا تي ام، وده معناه ان رسمه الكرنت في تي ام مبدئيا اسهل من رسمه الكرنت في تي اي. فبالتالي نقدر نقول ان الراجل ده هيبقى بينزل وهنا بيطلع، مفيش حاجه بتحصل يعني. طيب لو انا عايز ارسم الكرنت في الكيس دي ارسمه ازاي؟ ان كروس الكلام ده لان هنا فين؟ لو ده الزد فالان المفروض تبقى في اتجاه البوزيتيف واي، اكس كروس واي زد لان هي اللي خارجه من الصفر. طيب هعمل كروس برودكت بعيني زي ما عملنا المره اللي فاتت، الاقي ايه بقى؟ ان كروس الراجل اللي تحت اللي على اليمين ده يبقى ايه؟ فوق. يبقى الكرنت الناحيه دي طالع كله لفوق كده وكده نازل لتحت، وهنا هتعكس وهنا ترجع تعكس تاني. واضح ان الكرنت متقسم على اربع اماكن يعتبر، هنا مثلا كده كده وبيتكرر بقى، يعني هو الريجن دي كده بتعكس الناحيه دي بتعكس تحت وفوق، مربع كده عمال يتحرك. الكرنت ده فين؟ ده ات اكس واي ايكوال 0 وات واي ايكوال ايه؟ مين تاني وبي كمان صح؟ طيب الناحيه دي بقى عند اكس ايكوال 0 برضه عايزين نرسم الاتش ونرجع نرسم منها الكرنت. طيب لو جيت ارسم الاتش هنا برضو هروح بادئ من لامدا جايد اوفر 4 عند اكس ايكوال 0، يعني هنا الاقي ان انا في النص بنزل لتحت، تحت الاقل هو اتجاه النيجاتيف واي، يعني هنا كده صح. بعد كده بتحرك باكس باكس تاني، وبرضو في النص مفيش حاجه مفيش حاجه تمام. طيب لو ده كده الفاريشن عند اكس ايكوال 0، لو انا جيت بصيت عند اكس ايكوال ايه الاتجاهات عامله ازاي؟ هي هي مش كده؟ عند اكس ايكوال ايه الاتجاهات عامله ازاي بتاعت الاتش؟
هي يبقى الكرنت هيبقى عامل ازاي؟ يبقى الكرنت هيتعكس معايا؟ ايوه. يبقى انا دلوقتي اروح رايح اشوف ال ان بقى فين؟ ال ان المفروض في اتجاه الاكس اللي هو اكس كروس واي يديني زد، يبقى ال ان خارج لبره. يبقى انا عايز ان كروس الاتش ده يعني ان اللي بره كروس اللي تحت، يبقى هيطلع لي ده وهنا هيرجع وهنا هيرجع. طيب عايز ترسم عند x equal ايه اللي هيحصل؟ هو هيتعكس بس، تروح قايل له يبقى الجي هيبقى عكسه كده كده كده. هل ده المطلوب منك وخلاص؟ اه ده المطلوب منك وخلاص، لان انت ايه؟ لان انت ما عندكش دوائر والكلام ده، وده بينزل الناحيه دي كده، ده بينزل الناحيه دي كده عادي جدا. وده المتوقع عامه في التي ام، لان الماجنتيك فيلد نفسه مش بيلف حوالين نفسه. فانت كده عندك فوق وتحت هو عمال في اتجاهات تي ام قدامي ام ورا، ويمين وشمال برضه يا اما قدامي يا اما ورا. عند مثلا زيرو بيبقى زيرو وزيرو برضه. فكان ايه زي ما انتم شايفين كده، مثلا من زيرو لنيجاتيف لامدا جايد اوفر 2 هنا بيطلع لفوق، بعدها بشويه بيرجع ينزل تحت، بعد كده لما تطلع فوق يمين وشمال بتلاقي ان انت هنا اتجاه البوزيتيف زد، هنا اتجاه النيجاتيف زد، ان هو عمال اتجاهه يتغير على هو بيتحرك. مش لازم تتخيلها عامه يعني، بس كده احنا رسمنا الكرنت. كده الساعه 2 الا ربع، ففي حد عنده سؤال في اللي احنا عملناه؟ في حد حاسس ان هو عايز يعني حاجه معينه تتشرح تاني في اللي قلناه كده؟ طيب المفروض ده كده اخر حاجه هنقولها في الرسم، فالسكشن الجايه اتنيويشن كله. اوكي okay.